برضو دلوقتي مشكلة أخرى، وإنه الأستاذ نبيل أديب مهدد بالقتل ومش قادر يدخل المحل بتاعه. أستاذ نبيل، برحب بحضرتك معانا. شكرا دكتورة، متشكر حضرتك جدا. منين يا أستاذ نبيل، والمحل ده فين؟ أنا حضرتك ساكن في الزاوية الحمراء، نعم 54 شارع النمر عبد الله، عزبة أبو ليلى، الزاوية الحمراء. نعم المحل في حدائق القبة في شارع 10، أيوة 38 شارع 10، استديو نبيل. أها حضرتك الموضوع كان حضرتك عرضتيه قبل كده في قناة الكارما، أيوة وكان برضه نزل في قناة الحرية، ونزل في جريدة النبأ، وكل ده بدون أي يعني، ما فيش أي نتيجة خالص يا اللي هو دكتور. كان فيه عبارات إسلامية ملزوقة على المحل. أنت المحل بتاعك استوديو؟ هم شالوها بنفسهم، أنت هم استوديو مش شالوها كده؟ بنفسهم، أيوة هو استوديو التصوير، هم شالوها بنفسهم من على الاستوديو. أيوة ودلوقتي بقى إيه الجديد اللي حاصل بعد ما شالوا العبارات دي؟ الجديد حضرتك ان في تهديدات بالقتل، آه وحضرتك انا حاولت ان انا اجيب ناس من بره تحاول تخش في الموضوع، واخد بال حضرتك؟ طب ان تحاول تخش معاهم، فطالبين 50,000 جنيه عشان يمشوا من على باب المحل، مين وانتوا دول؟ عايزين كده. مين دول يا أستاذ دي نبيل؟ مجموعة بلطجية، مجموعة بلطجية، في بلطجي اسمه ابراهيم عرفة، أيوة معروف في اسم حدائق القبة كله، ان بياخد من الشارع نظام زي فرزة بتاوة؟ كده، وحضرتك في ناس من الاسم للاسف بتساعده على كده، واخد بالك سعادتك؟ هو اسم وللاسف الزاوية في ناس الحمراء. برضو من الحي، يعني الموضوع عباره عن مجموعه من الحي والاسم والشارع، ناس متشدده دينيا وناس في اسم الحدايق، وللاسف من الشارع، ومش عارفين ايه القصه بالظبط. انا لحد النهارده بقالي سنه وست اشهر ما دخلتش باب محلي وما اعرفش عنه اي حاجه. يعني قطعوا اسلاك ما الكهرباء يرضيش بتاعت ربنا ده المحل، ولا يرضي. يعني انا مش فاهمه الدوله اللي ماشيه بهذا الشكل. ورحت يا استاذه يعني الاول، بس الاول عشان بس ما انساش الكلام اتفضل. حضرتك، انا بالنسبه للمحل قطعوا اسلاك الكهرباء بتاعت دخلة المحل، كسروا بتارين المحل كله، وجبت صور بالكلام ده، وعرضت الكلام ده، وبعت الكلام ده، ورحت سعادتك الامن الوطني في القطاع الاماريه، وبلغت وقلت لهم وجبت لهم صفحاتهم من على النت، وقلت لهم الناس دي وضعها كذا كذا، واخد بالك سعادتك؟ ومحدش استجاب لك وشافوا خالص. ما فيش اي استجابه. طيب وقبل كده عامل استغاثه لوزير الداخليه بالظبط. شخصيا اه في جريده النبأ، ورحت اسم الحدايق، وحققوا معايا في الكلام، وكله بيتطبق في قلب الاسم يا استاذ، ما تفهميش القصه في ايه بالظبط. لا يعني المواضيع دي انا مش قادره افهم. يعني واضح ان في حاجات كتير جدا عند وزير الداخليه في الاقسام، ما بين التعذيب، ما بين للأسف الحق الشديد يا المهضوم. أستاذة، للأسف الشديد اسم حدائق القبة، وأنا بقولها بعين وحسي مع حي حدائق القبة اللي أنا شغال فيه، للأسف الشديد كله متفق مع بعضه في مجموعة من الاسم والحي بتلعب بره في منطقة حدائق القبة، ويبقى تقريبا بياخدوا أراضي وحاجات زي كده. وأنا قلت الكلام ده مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية، ومحدش بيسمع. لا إن شاء الله. يعني زي ما بقول لحضرتك، بنشكرك الثقة وعرض المشكلة معانا، وهنحاول نساعدكم دلوقتي بجد. حضرتك، نعم انا مش قادر اخش محلي، قول لي حاجتي جوه المحل، معايا 7 افراد وصف المحل، اعمل فيهم ايه؟ مش المحل عارفة ده أقول لك مقفول إيه. بقالي النهارده سنه وست شهور، حرام يعني. ما طيب اعرفش عنه اي حاجه يا دكتوره. مقدرة طبعا اللي أنت فيه، ومتعجبة جدا من إن احنا في عام والبلطجي، البلطجي 2017. اللي انا بتكلم عليه ده اسم أي الحدائق كله عارفه، والدنيا كلها عارفاه في حدائق القبه، في سكوت من اسم الحدائق اللي مش هو عارف ليه إبراهيم بالظبط. عرفة. ده البرطاجي اللي انا بلغت بيه الامن الوطني حضرتك، انا رحت الامن الوطني في قطاع الاماريه، ووريتهم صفحات النت بتاعت الناس ديت المتشدده عند المحل، كام واحد وقلت هم لهم يا يا جماعه أستاذ الوطني، أديب؟ حضرتك قلت لي اسم واحد بس، إبراهيم. هم كام واحد؟ مع ابراهيم يا فندم معاه مجموعه من المتشددين دينيا، لا فأنت مع بعض وريتهم في الأمن الكلام ده، الوطني الصفحات والكلام اللي مكتوب اللي بيدل على هذا التشدد. وريتهم يا فندم في الامن الوطني في قطاع الاماريه قبل عيد الفطر ده ب 15 يوم يا قالوا لك فندم، ايه؟ للاسف الشديد كله دون جدوى برضه، يا سبحان الله. وهم عرفوا الكلام ده وشافوا بعينهم الصفحات، واخد بال حضرتك يا دكتوره؟ يعني احنا يا ريت يا برضو زي فندم ما بنقول توصلي بناشد صوتي، وزير الداخلية. نعم مش هناشد وزير الداخليه بس، انا بناشد رئيس الجمهوريه، المحل نعم مقفول بقى لي سنه و7 اشهر ما اعرفش عنه حاجه. نعم مش
مستشعرين بحضرتك وبالمأساة اللي انت فيها استاذ نبيل، وبإذن الله بإذن الله هنتابع، هنحاول نوصل الأمر برضو لجهات يعني تتدخل في الأمر بقوة. بشكرك جدا، ربنا يكون معاك إن شاء الله تتحل قريب، وهنساعد على قد ما نقدر إن شاء الله استاذ نبيل. الحقيقة يعني